صباح الخير. صباح النور. ما راح اسالك كيفك لانه بعرف انك تعبانه شوي، بدنا نقول لك سلامتك. اللي بيخطئوا عند في غلط شائع يقول انا في حاله لا يرثى لها، فانا اليوم في حاله لا يرثى لها. يعني عارض وبيقطع ان شاء الله سلامه قلبك، وشكرا لوجودك معنا رغم معاناتك. هو الفريق المشجع انه نجي نشوفه، هذا هو الاساس. تسلمي. وعلى سيره المعاناه، يقول الكاتب الاول يلي اخترت من عنده كتاب انه الكتابه هي معاناه، والمعاناه الاكبر هي صحيح. القراءه صحيح. فقصدك ربيع شلهوب، قراءتك عنه الكاتب الجزائري. الكاتب الجزائري محمد بقبال. نعم، محمد مثل اغلب الشعراء المتشائمين، مع انه صغير في العمر، يعني شاب. هو شاب ولد في 7 من جويلية 85 بمنطقه اريس، وهي منطقه جميله جدا على قمم جبال الاوراس، يعني كله طبيعه شاعريه تحث على الشعر. ومع هذا حسيته في اخر لقاء، يعني هي رومانطيقيه فيها شويه هيك معاناه وشجن جدا. هذا الكتاب لا شيء فقط وداعا صدر عن دار المثقف. طبعا هو عنده كتب سابقة، عنده ما لم يقله نزار عن دار هومة بالجزائر، عنده يوميات شاعر على وشك التقاعد صدرت عن دار العربية للعلوم ناشرون ببيروت، عنده خطيئة الثالثة أيضا عن دار المثقف. عفوا، في هذا الكتاب نجد هذه الأنا العظيمة لدى الشاعر، يعني تشعرين بأنه يشعر بعظمته، ولكن هذا المجتمع لا يقدره، هذا الوسط لا يقدره. طبعا هذا شعور كل الشعراء وكل الأدباء خاصة يعني، والمبدعين والفنانين، هذا شعور يلازمهم منذ بوادر الموهبة حين لا يجدون تجاوبا معهم. حتى في البداية، شوفي الإهداء كيفاش كتبه، إلى نفسي حلو. التي تبذل جهد الأنبياء كل يوم لتتحمل تفاهة الحياة إلى قلب الشجاع. إلى روعتي، إلي أنا الذي أموت الآن كي أكتب هذا الوداع. والصراحة هذا مشي وداع، لأنه أنا اطلعت على كتبه السابقة واكتشفت أنه في نضج جميل ومميز في هذا الكتاب. أعتقد أن هذا الكتاب هو الخطوة الجيدة على قاعدة متينة لكي يتوغل في عالم الشعر. أصلا بكير كثير تيكون وداع، وهو إصداره الرابع ربما. صحيح. فقط صحيح. حضرت نص يعني شذرات مقتطفات، يقول: الفصل لي لقلب أنا سيده، ولباب إذا شئت أوصده، ولخيبة تراودني فأرفضها، فتقد من قبل حلما أراوده. الفعل لي، أما إرادة الفعل وردته، فللغيب مردها وللفكر مولده. هل إذا فكرت في الركض أجلس، أو فكرت في الحب أنعس، أنا فكرة الغيب أو يده. القول لي، لي عقل أرشده، ولي وطن يحزنني وأسعده. هذا هو الواقع طبعا. ماذا يفعل الذي يطعم الدنيا حشاشة قلبه؟ وهل يفهم الأموات ما الحي يقصده؟ ليس هناك من هو أجمل منك سواك. نعم، ما أروعك، تقول سيدة يتوق القلب لأن يسمعك. فلا تنهرني إذا تناثرت زجاجا صغيرا لكي أجمعك، ولا تلمني إذا قتلت نفسي ألف مرة لأحيا مرة معك. ما أروعك، والكواكب تصبح أنشودة يغنيها الليل إذا لامس الليل إصبعك. ما أتعس من لم يلتقيك، وأكثر منه تعاسة من التقاك فودعك. تقول سيدة وترتمي علي، والسدن أضلعك، إني أضر نفسي كل ثانية لكي أنفع نبض قلبي فأنفعك. جميل جدا. جميل. حلو. وهو احترم
احترم الـ يعني شعر التفعيله يعني الميزان الذي تركب عليه الكلمات. وشعر التفعيله لا ادري لماذا خاصمه الشعراء في فتره طويله مع انه عمل ثوره لما كسر شعر العمود. ومحمد بقبال تحديدا يقول انه الاوزان والتفعيل وقواعد الشعر بتحد من هو يقول ذلك صحيح، ولكن في هذا الكتاب عاد الى 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 هذه عاد الى القواعد الى خاصه الى البحور التي يستعملها الشعراء كثيرا. ونفس الشيء في الكتاب الثاني، ربيع شلهوب ايضا مصر على شعر التفعيلة. على كل حال عسيرة التشاؤم والمعاناة لمحمد بقبال، أيضا ربيع شلهوب يقول أكتب لأنني عاجز عن الصراخ. صحيح، يعني أيضا في داخل هذا المخزون الكبير من السلبية يريد أو يعني أو المعاناة والحزن إذا ما بدنا نقول سلبية يريد أن يخرجه عبر الكتاب. عنده مقولات رهيبة، يعني تشعرين أن هذا الرجل جد متشائم، ولكن أعتقد أنه شساعة نظرته الفلسفية هي التي تؤدي به إلى قول ذلك. مثلا يقول لن ينتصر الشعر على الجوع، هو حكم على هذا الشيء. صحيح كل الشعراء فقراء، ولكن هذا لا يعني أنهم جياع. يعني مقولة أخرى تقول لن تحميني اللغة من البرد. شوفي جمال واقعية في الشعر جدا واقعية. قليلة ما نشوفها، عادة ما نشوفها كما قلت عند الفيلسوف. صحيح، الذي هيك صحيح بيكون بارد وعقلاني أكثر، أما الشاعر فهيك وجوده يكون عبر التعبير والخيال والتمني. على كل حال ربيع شلهوب دكتور في الفلسفة متعمق، المتابع لمقالاته في الجرائد العربية سيجد يعني فكر أكثر من الكلام العاطفي أحيانا والقراءات السطحية لما حوله ولكتب التي يتعاطاها. يعني مختلف ربيع شلهوب جدا في نضجه، في رقيه، في سموه. فبالتالي يعني أعتقد أن هذا الكتاب مهما قلت فيه فأنا سأكون مقصرة. حلو كثير أنه نقرأ لشاعر فيلسوف لديه من العقلانية هيك ما يفيد القارئ أيضا، وهو ذهب إلى الشعر لأنه موهوب. يعني ليس بحاجة بقامته وبمهنته، ليس بحاجة لأن يكون مثلا أن يدخل عالم الشعر. على كل ربيع شلهوب كتابه نهر مقطوع من شجرة صادر عن دار النهضة العربية ببيروت. وحضرت أذكر فقط أن لديه كيف ستنجو أيها العابر صادر عن دار النهضة أيضا، ولديه لوجه لا يراك صادر عن منشورات بيسان. اخترت نص أيضا جميل جدا له، مع أنه رائحة الأكل يعني بتضيع التركيز متعة. نعم تركيزي أنا شخصيا. لا تسمعني تسمعني أمطار والعتبات تهرول في كل مكان، وأنا بين رياح تبكي أتغطى بثقوب النار. لا أقدر أن أتذوق آياتك، روحي مرة. هذه مشكلتي طبعا، أني كنت سواك وكنت سواي، ومررت علي وما كانت لغتي بعد معي. كنت أجرب أن أنزل في النهر الواحد أكثر من مرة، ومخيلتي كانت تبحث عن فردتها الأخرى فوق ضفاف خربطها الناي، ولذا لم أقدر يا وجعي أن ألحق لحظتها بجمالك يا مولاي عفوا. جميل جدا. لديه أسئلة فلسفية عميقة وبعيدة، حين نصغي إلى نصه نفهم، ولكننا نحتاج إلى مزيد، إلى إعادة قراءة لكي نفهم أكثر. أن هناك فكرة متواصلة يعني تشد القارئ لتعرف ما ستقول إليه هذه الفكرة. صحيح. في صفحة أخرى نص أيضا جميل، شوفي كيف يصف هذا العالم. العالم بيتك يا مولاي، سقف أزرق والجدران جهات، وعليها للزينة سجاد من غيم وضباب، طرقات لا تحصى تمشي في هذا البيت،
وللبيت عناوين يعرفها الموتى تعرفها الأعشاب، ومقاعد بيتك أحجار مرتفعات وغيوم، لكن أفكاري لا تجلس، أفكاري أولاد. واو. شوفي القفلة كيف قفلها، شي جميل جدا.